واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة سبعة ثمانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة 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 واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة خمسة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة خمسة انطلقت الثورة يوم 17 ديسمبر وهو عيد الثورة. 17 ديسمبر هو عيد الثورة. 14 جانفي كان الهدف منه إشهاد الثورة. ولكن وجودكم اليوم دليل على أن الثورة ومطالبكم ستتحقق في ظل الدستور. في ظل الشرعية الدستورية أنتم أيها الأحرار يا حرائر تونس ويا أحرارها أنتم صنعتم تاريخا جديدا لم يشهد العالم مثله من قبل. سوف آمن بالرغم من مناورات المناورين وبالرغم من المؤامرات التي تحاك في الظلام على تحقيق مطالبكم على تحقيقها كاملة. أنتم طالبتم بالحرية وستنالون الحرية. أنتم طالبتم بالكرامة وستتحقق الكرامة الكرامة الوطنية. من يريد أن يعبث بالشعب التونسي فهو واهم 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 ولن يحقق وهمه أبدا مادام هناك مثلكم اليوم. هناك للأسف كل يوم يفتعلون الأزمات.
جدي إبراهيم. بوبا اسم عمر. وجدي عنده زوز أخوات أخو. عمر بابا جدي. واخذ زوز نساوين. واحدة نسيت اسمها، هذه أم جدي إبراهيم. والأخرى اسمها مسعود. مسعودة وعمر جابوا عيشة ومريم وعبد المول. مسعودة قبل ما تعرس بعمر كانت معرسة برجل آخر، أحمد. مسعودة وأحمد جابوا رقي. مسعودة مرت عمر بابا جدي إبراهيم عندها 4 صغار، أرقية وعيشة ومريم وعبد المول. معناها عيشة ومريم وعبد المول أخوات جدي إبراهيم من باباهم عمر، وأخوات أم أرقية من أمهم مسعودة. باهي، عرس جدي إبراهيم بجدي رقي عيشة ومريم وعبد المول اللي هما أخوت جدي إبراهيم من البابا وأخوت أم رقية من الأم، خوالي ولا عمامي. الله لا يسامح على دين الاخر. شبيني ما نزيداش وقتها في الثانيه ابتدائي، شبيني انتم ردوا بالكم تربوا صغاركم على العقد، راهي مصيبه. انا مره واحده بنيه صغيره. هي كمان جو بليس كل شيء، كان هنا لا 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 البلاطه الداخليه والجنوب. لا 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 حتى في الديار اقول لها رد بالك الغول ورد بالك اسمع اسمع انا سمعت على الاعتداءات الدوليه. قاسم بالله خلي الناس تخمم في النور، ما تخليهمش في الظلام. من قبل يقول لك رد بالك وحلالك كلها موجوده هذا حاجه كبيره، او رد بالك يجيك الغول ويخوف فينا. خوفونا حتى الامور السياسه، خوفونا وامورنا، اسمعوا صغار وعرفونا. انا مراي سيدي اسمع بني، جيت بنصلي طفله صغيره قصت علي، قلت لها لا ابعد، قلت لها علاش نبعد؟ قلت لها ربي يحرقك بالنار. مشيت لامها قلت لها ماما علاش ربي خايب يحرقك بالنار؟ وهي قالت لي انا مربيتها لي ربي باهي، راه انا تو نصلي مش حب في ربي ولا مغرق. اي قسما بالله ما غرقوا، خاف خاف شباب ما تخرجش علينا الصلاه نور ومنه كذا، لازم تعرف ربي به. اش قالت لي امها؟ قالت لي توق نحل يا ربي به. برا احكي معاها قالت لي بس ما عادش نجم تقنعها، ما عادش نجم تقنعها، عمرها عامين ونص الطفل. وحنا صحيت يا فالح كيف ساعدك ترى شي هو باش بحنداد باش ما تعرفش شنو. قسما بالله كله قاعد فينا الدار بالله ما غير معبيين بيه مرصوصين راس. اي انا ابو بن علي قسما بالله ما حطهم على كل. انا علاش معروف محطمه تونس خاطر دول العالم في 10 15 عام تعمل نهضه وطيب، شيء رواندا شيء بورندي شيء شيء شرق اسيا. الشعب هذا والعرب الشعب هذا شيء يتربى شعب ولا ما بيش. خلينا ناخذ معك كلمه هذا، الشعب هذا ما يصلح شيء وما يصلح شيء وما يصلح شيء. انا اقول لك علاش، في الستينات سنغافوره وتونس يمشوا بالكريطه على البهايم في الساعه 60، تفهم ولا؟ انت في 50 عام طريان فيه، طريان فيه ما عندك شيء زد. وهم اشبحهم وين؟ سنغافوره وتونس
عام 66 هي وياها كيف كيف. اي ما هو قال لك سنغافورة عام 66 استقلت على شنو السبب شنو السبب جاهم جاهم نقولوا احنا مش دكتاتور جاهم واحد قال لهم الجيش الجيش 3 سنين غير الجيش عندي نيه ولا سادة والمعلمين جاهم قال لهم مش تاخذ قالوا ناخذ في 100 دولار قالها في وتروا خرجوا من الجنراسيون سمح فما يزب يزب تضحيات اضرب الثلاث مهاتير محمد مش هذا هاتي شد رئيس ردها لهم في وتروا خرج وقال لهم خرجوا للجيل السعيد خرج جيل سمح انا في الصين لا احزاب لا واحد شيء حزبهم خير سنغافورة خير من امريكا تو سنغافورة يا سيدي مال الدار العمله الصعبه عندها 360 مليار دولار تو واحنا عندنا 10 مليار دولار عندنا في البنك المركزي عندنا 10000 مليار فلوس عم مش واحد مليار 60 مليار دولار ناس ضحت يا ودي ناس ضحت ناس حبت بلادها انت ماكش حاب بلادها وما هوش معقد 10 ملايين في تونس ما يحبوش بلادهم 10 ملايين ما يخبوش Ich weiß doch, nur der Glückliche ist lieb. Seine Stimme hört man gern. Sein Gesicht ist schön. Der krüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden. Aber die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel, doch mit Recht. Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes sehe ich nicht. Von allem sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz. Warum rede ich nur davon, dass die 40-jährige Häuslerin gekrümmt geht? Die Brüste der Mädchen sind warm wie ehedem. In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. Aber nur das Zweitere drängt mich zum Schreibtisch.